لن نقبل من أحد أن يعصف فيهم. مصر كلها متقدمة إلى الأمام، وقضية تيران وصنافير سوف تأخذنا جميعا إلى تحقيق ما حاولت الثورة المضادة إنها تنتزع منا بعد ثورة 25 يناير وبعد 30 يوليو. أنا بتمنى أن يكون لقاءنا في النقابة هو بداية ننطلق منها في كل أسات المجتمع المدني والقوى السياسية الحية، حفاظا على كرامتنا وحفاظا على كل شبر وكل ذرة تراب من وطننا العزيز. دلوقتي هنسمع أستاذ حمد الصباح المستشار مرة الاتفاقية مرة